قلبي جناحاني للنور يطيراني، والله هدى قلبي لدروب الإيمان. قلبي جناحاني جناحاني للنور يطيراني، والله هدى قلبي لدروب الإيمان. يا رب لك النعمة ذا المن وذا الشان، اهد الناس جميعا للنور الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد كيف أسلمت. في هذه الحلقة نلتقي مع الأخت تريزا لشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع رحلتها في البحث عن الدين الحق حتى وجدت الإسلام فدخلت فيه. ويلكم سيستر تريزا. مرحبا بك أختي تريزا، من فضلك عرفي عن نفسك للمشاهدين. شكرا جزيلا، يسعدني ذلك. اسمي تريزا لشر، أعمل في كلية التربية، وأنا مدرسة بدرجة أستاذ مساعد في علم التكنولوجيا قسم المكتبات وعلوم التكنولوجيا، وأنا أيضا أدير مركز الرابطة الإسلامية، وهو المركز الذي يجتمع فيه المغتربون من الغرب في الكويت ويتحدثون الإنجليزية واللغات الغربية الأخرى. ما شاء الله، إذن عدد من المسلمين الغرب الذين استضفناهم سابقا هم أعضاء في مركز الرابطة، أو ربما يتلقون تعليمهم هناك بالتأكيد عن الإسلام في مركز الرابطة، وربما يقودهم هذا إلى الإسلام. نعم صحيح. ما شاء الله، أنت كمسلمة أو قد تحولت إلى الإسلام في مرحلة من حياتك، متى كانت بداية تعرفك على هذا الدين العظيم، على الإسلام؟ كنت في الكلية وكان عمري 19 عاماً، أكملت دراسة البكالوريوس، وكان لدي عدة أصدقاء ينتمون لثقافة مختلفة، وكنت عضواً في اتحاد الطلاب الدوليين، لذا كان لدي عدة أصدقاء من دول مختلفة، ومن بينهم صديق من الكويت. اعتدت أن أتبادل معه قصص الأديان ونتبادل الحديث عن الثقافات، فكان هذا التعرف على الإسلام من خلال مجموعة الأصدقاء الدوليين في الجامعة، وهي المرة الأولى التي أسمع بها عن الإسلام. وهل كانت لديك مشاعر خاصة إزاء الإسلام حينها؟ لا أبداً، كان هذا قبل وقت طويل، قبل 30 عاماً، لم يكن الإسلام متداولاً في الإعلام، لذا لم تكن لدي أدنى فكرة مسبقة عن الإسلام، ولم أعرف ما هو. فهمت، وما الذي دفعك للاهتمام بعد ذلك؟ إنه مثير للاهتمام، ما جعلني أهتم به هو الصديق المسلم، وكان من بين الطلبة الدوليين، كان يسألني الكثير عن ديانتي، ولم يكن يعرض علي الإسلام، كما أنه لم يتحدث عن الإسلام في البداية، لم يقل لي عليك دخول الإسلام أو يجب أن تكوني مختلفة. كان رجلاً لطيفاً جداً وأبدى اهتمامه بديني، لذا سألني كثيراً عن ديني، وهذه الأسئلة ساعدتني على اختبار ديني ومعتقداتي. هل كنت متدينة في ذلك الوقت؟ اعتبرت نفسي كذلك، اعتقدت أنني متدينة، لكن ربما بالمقارنة بما أنا عليه الآن لا، لم أكن، لكن كمراهقة أمريكية أعتقد أنني كنت متدينة إلى حد ما، فقد اعتدت الذهاب إلى الكنيسة والمشاركة بنشاطاتها. إذن اعتبرت نفسك في مرحلة سابقة متدينة، وكنت تدعين الناس إلى الكنيسة أو ما يشابه هذا؟ نعم، في الحقيقة ذهب أصدقائي معي إلى الكنيسة لأنني كنت نشطة فيها، وعندما كان ذلك المسلم يسألني عن المسيحية اعتقدت أنه مهتم بالمسيحية، لأن
لأنه يريد التحول إليها، وقلت لنفسي إنها فرصة عظيمة لمساعدته بإيجاد الطريق إليها، لذا كنت أجيب عن أسئلته من هذا المنطق، وتبين لاحقاً أنه لم يكن مهتماً بذلك، وإنما أراد الكشف عن حقيقة مفاهيم الخاصة بالمسيحية، لذا طرح علي الكثير من الأسئلة، وحاولت التوضيح عدة مرات، لكنه كان يخبرني بأنه لم يفهم شيئاً، وأن كلامي يخلو من المنطق، ثم يقول لي وضحي أكثر، أنا لا أفهمك، ثم بدأنا نتبادل هذا النوع من النقاش حول ديانتي، وهكذا بدأ الأمر. حوار في المنطق. نعم، كان في الغالب يعتمد على المنطق ومن وجهة نظر منطقية، لذا كانت هذه التجربة تمريناً هاماً بالنسبة لي. كان علي توضيح بعض المسائل الدينية والدفاع عنها، ثم وصلت إلى نقطة معينة شعرت فيها بالإحراج والإحباط، لأنني أدركت أنه لا يمكنني التوضيح والتفسير بشكل عقلاني ومقنع، وحتى أنني نفسي لم أفهمه جيداً، وأصبحت الشكوك تراودني، فعندما لا تفهم شيئاً لا تستطيع توضيحه للناس. نعم. لذا ساورتني الشكوك، وفي أحد الأيام كنت محبطة للغاية، أردت تغيير موضوع نقاشي معه، وطلبت منه التوقف عن التحقيق بإيماني وطرح الأسئلة علي، ثم قلت له حسناً أخبرني أنت بماذا تؤمن، وعندها قلبت الآية، وكانت هنا نقطة التحول لي. هل بدأ هذا المسلم إجابة نفس الأسئلة المطروحة سابقاً من وجهة نظر إسلامية؟ نعم، شرح لي أفكار الإسلام الأساسية وأجاب على كل سؤال سألته إياه بيسر وبطريقة مقنعة، وقلت له نعم هذا يبدو مفهوماً ومنطقياً، وأدركت على الفور أن دينه هو الحق وأنه يضع الطريقة المناسبة للعيش. وما كان مثيراً للاهتمام حقاً أنها كانت التجربة الأولى لي مع الدعوة، وقد اتبع أسلوباً رائعاً لذلك، فلم يقل لي مثلاً إنني مخطئة وإنما أؤمن به لا معنى له، بل أعطاني الوقت الكافي للتمحص والتفكر، وهذا منهج ومسلك هام للدعوة. لا أعرف إن قام بهذا عن قصد، لكن أسلوبه كان مؤثراً جداً، لأنني شعرت أنه أحسن الإصغاء لي وفهمني كثيراً واهتم لأمري، ولم يفرض علي دينه إلا عندما سألته بنفسي وقلت له بماذا تؤمن أنت؟ عندها أجابني حسناً. بدأ بعد ذلك بتقديم المعلومات لي، لم أشعر أنه ملح. كم استمر هذا؟ بداية من السؤال الأول ووصولاً عند هذا المنعطف. 3 أو 4 أسابيع، كانت مرحلة طويلة للنقاش، وبالطبع جزء منها اشتمل على مرافقة الرجل إلي إلى الكنيسة، كان يحضر القداس، وبعد القداس كان يطرح العديد من الأسئلة، كان يقول لي لماذا تفعلون هذا؟ وماذا عانى هذا الكاهن بقوله هذا؟ وما رأيك بهذا المفهوم؟ وهل حقا تؤمنين بهذا؟ طرح الكثير من الأسئلة وجعلني أفرغ ما بداخلي. نعم. أتعلم يوجد حكمة تقول لا تستطيع أن تصب الماء في الكأس الممتلئة؟ اعتقد هو أن معتقداتي كانت كاملة ولا مجال للمزيد لي، جعلني أنفس عما بداخلي وأعبر عنه، جعلني أفسر وأتكلم لدرجة أنني قلت خلاص هذا كل ما لدي ولا يوجد ما أقوله، ثم طلبت منه في النهاية أن يتحدث هو عن دينه. إذن في تلك المرحلة اعتقدت أنه دين منطقي ومفهوم، إلى ما أدى ذلك بك؟ إلى ماذا توصلت؟ حسناً، كان وقتاً قصيراً بين سؤالي عن دينه وبين تقبل الإسلام كحقيقة، ثم مرت فترة قصيرة كنت أدرك فيها الحقيقة، لكنني لست متأكدة من نيتي، كنت مترددة. فهمت. لذا أعتقد بصراحة وصدق أن من يطرح عليه مثل هذه التفسيرات والتوضيحات المقنعة عن الإسلام يدرك على الفور أن الإسلام هو الحق، فالأمر واضح، لكن ربما يصعب عليه التغيير. بالنسبة لي كنت شابة، وكان التحول إلى الإسلام أمراً سهلاً كوني لم أكن متزوجة أو أعمل ولم يكن لدي استثمارات في الحياة، لكن كان من السهل علي التحول، لأنني كنت أقول لنفسي لا أعرف إن كنت مستعدة للتغيير، لا أعرف إن كان يجب علي ذلك، لا أعرف إن كان ضرورياً. ما الاسم الذي تطلقينه على تلك المرحلة؟
مرحلة القبول بالإسلام، عندما تجدين أنه تم إجابة أسئلتك من خلال الدين وهو دين الإسلام، وهي مفهومة ومنطقية. لكن تبقى هناك خطوة واحدة ولا تريدين القيام بها. ماذا تسمين تلك المرحلة؟ أسميها مرحلة المكابرة. نعم، إنها فترة محرجة. من الحرج أن تعترف فيها أن ما اتبعته طيلة حياتك كان خاطئاً. هذا محرج، لكنه على الأغلب فترة للتعنت والإصرار، للتمسك على ما أنت عليه. تعتقد أنك بذلك تتمسك بتقاليدك وتدافع عن عادات وطريقة نشأت عليها، وهذا عناد. كان لدي شيء مهم جداً فكرت فيه وجعلني أقدم فعلاً على هذا التغيير. فقد أخبرني صديقي بأنني سأتعرض للحساب، وهذه الفكرة بالتحديد لم نعتد عليها في المسيحية إطلاقاً، لم نعرفها. حسناً، مغفور لك. أعتقد أنه إن كنت مؤمنة ينتهي العمل، وإن هذا هو المهم فقط، أن أكون مؤمنة وحسب. لكن الرجل قال لي: لا، الأمر ليس كذلك، كل شيء تقومين به سيعرض أمام الله وستحاسبين عليه. هل ستنجحين بذلك يوم القيامة؟ وهذا أقلقني وأهمني حقيقة. كنت عنيدة حينها، لكن ذلك السؤال أعطاني دافعا للتغيير. هذا السؤال حول الحساب. الحساب في الآخرة. نعم، جعلك ترتبين؟ شكوك بالنسبة لديني، لأن الأمر يبدو معقولاً على هذا النحو. فكل مخلوق صغيراً أو كبيراً سيحاسب، وعلى كل الأفعال تتم محاسبتك. لذا قلت إن الأمر لا يقتصر على مجرد الإيمان، هنالك عمل دؤوب ومثابرة بأن تبتعد عن الأخطاء التي تجعل ميزان سيئاتك أرجح. وهذا منطقي. نعم، منطقي جداً. لكنك لم تحبينها. في البداية لم أحب ذلك، حتى قررت اتخاذ قرار دخول الإسلام، ثم قلت إن كل شيء بهذا القرار سيؤول لصالحي. هذا إذا عملت بما يرضاه الله وتجنبت ما ينهى عنه. إذن كم دامت فترة العناد هذه؟ هل استمرت لفترة طويلة؟ أم كانت قصيرة؟ ربما استمرت أسبوعين أو ثلاثة. ثلاثة؟ نعم، اثنان أو ثلاثة. كنت مترددة. نعم، مترددة. هل يجب علي أن أتغير؟ هل هذا ضروري؟ وهل أستطيع ذلك؟ كنت أسأل نفسي هذه الأسئلة، لكن الموضوع المتعلق بالحساب يوم القيامة جعلني أقلق حقاً. لذا فكرت بأنني لو أصبحت مسلمة وعشت حياة جيدة، هل سأخسر شيئاً؟ وما هي الخسارات بالتحديد؟ فهمت. أدركت أنه لن أخسر حتى إن لم يكن الأمر المتعلق بالحساب صحيح، وما قاله أيضاً عن الجنة والنار. حتى إن لم يكن هذا حقيقياً، سأعيش حياة جيدة، سأعيش حياة سليمة وصحية، وسأنعم بعلاقات جيدة. لكنني قلت أيضاً: هل سأخسر شيئاً إن رفضت الإسلام وبقيت على ما أنا عليه؟ وقلت: نعم، سأخسر الكثير. حسناً، نريد أن نعرف منك كيف توازنين بين ما خسرتينه وما ربحتينه إثر إسلامك، لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نستكمل هذا الحوار الشائق مع الدكتورة تيريزا لشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وأسئلتها في مرحلة الشك واليقين بالإسلام بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. يا رب لك النعمة، ذا المن وذا الشان، اهد الناس جميعا للنور الربي.